الف مبروك شيء او كلمنا الاول لسه موضوع ان انت واجهت خصم ده اكشن بقى وبتنط وبتنزل وبتروح وبتيجي. الفيلم فيه مجهود كبير اتعمل وطالع بشكل الحمد لله محترم جدا. من اول ما قريت السيناريو اول مره وانا كنت متحمس جدا وكنت متاكد 100% انه كريم السوكي هيطلع من الفيلم ده حاجه جديده ومختلفه، والحمد لله ده اللي حصل. سعيد بالتجربه ككل وسعيد بالشغل مع النجوم الكبار دول اللي انا اتشرفت ان انا واقف معاهم على الافيش. لا ما كانش عندي دوبلير خالص في الفيلم ده، ولا عمري كان عندي دوبلير الحقيقه، بس المره دي الحاجات كانت صعبه قوي، ولكن الحمد لله قدرت ان انا اعملها، وده هتشوفيه على الشاشه ان شاء الله في السينما. الفيلم مليان كل حاجة، اللي عايز أكشن موجود، اللي عايز كوميدي موجود، اللي عايز رومانسي موجود، الفيلم فيه كل حاجة، وأنا سعيد بالتجربة دي جدا، ويا رب إن شاء الله تعجب الناس عشان دي أهم حاجة. أحمد السبكي، لا أستاذ أحمد السبكي أنا اشتغلت معاه قبل كده زمان في فيلم واحد صحيح، ما اشتغلناش تاني للأسف مع بعض، ولكن دي تاني مرة. سعيد جدا بالتجربة معاه وسعيد مع كريم السبكي جدا، إن شاء الله ربنا يكرمنا وننجح في الفيلم ده. يسرى هي اللي عارفة لما في تورتاية حلوة كده وعليها كريزة من فوق، يسرى هي الكريزة دي. كل سنة وانتم طيبين.